مرحبا لك، تبدو أنيقا بهذا الزي، وتبدو أميلي صلبة كالفولاد. هل أنتما مستعدان لمواجهة تحدي الأسود والأبيض؟ أميلي افتحي طبقك أولا. أو كولا؟ ليست خيارا سيئا. ماذا يوجد في طبقك يا ناك؟ أنا على وشك شرب عصير جوز الهند. يسبق لي فتح جوزة هند. وجدتها، أظن أن لدي شيئا في حقيبتي. إذن ما الذي عثرت عليه؟ شكرا، لنفتح جوزة الهند. سنسكب عصيرها الآن. جاهزة؟ ها هو العصير قادم. يشبه الحليب ولونه أبيض. رائع، لنشرب معا، اتفقنا؟ سيكون هذا ملحميا. القارورة تنفجر. ليختبئ الجميع. ماذا حدث هذا؟ هذا مضحك. قد أدرت ظهري لثانية واحدة. خذ، ما رأيك بطعمه الآن؟ أصبحت دبقة. في الواقع طعمه ليس سيئا. حقا؟ لا أستطيع أخذ نفس هنا. أبعد هذا الكأس عني. لماذا لا نسخن الأمور قليلا؟ لبضع درجات فقط. أنا أتعرق كثيرا. بالكاد أستطيع التنفس في هذا اللبس. مهلا، طبقي فارغ. وطبقي أيضا. مرحبا بكما، هل ترغبان بتناول بعض الآيس كريم؟ أوه، شكرا يا سيدتي الآيس كريم السحرية. لقد وصل الآيس كريم في الوقت المناسب. ماذا؟ إنه يذوب بالفعل. حتى الحلوى لا يمكنها تحمل الحرارة. انظر إلى الآيس كريم وهو يذوب، لا أستطيع وضعه في فمي حتى. نعم، لا يمكننا أكله الآن، صحيح؟ بالطبع لا. ذاب الآيس كريم، لكن المخلوط سليم. ربما علي التأقلم مع الوضع. أشعر بالعطش الشديد. ما مذاق آيس كريمك يا أميلي؟ مثل الشوكولاتة، أقل ما يقال. أظن أنك بحاجة لبعض الماء. كلا أرجوك، أنا أرتدي ملابس بيضاء. هل عثرت على ليمون؟ أجل، هل أنت مستعدة لرؤيتي وأنا أبدع في تنفيذ التحدي؟ هل لديك شيء لقطع الليمونة؟ نعم. بالعافية. أوه، إنها حامضة. يجب أن ألتقط هذه اللحظة بالكاميرا. ستكون صورة رائعة للنشر على حسابه. استمر، أنت تقوم بعمل رائع. كان يجب أن أبتعد عن منطقة الرذاذ. هذا ما أسميه فرصة لالتقاط صورة مثالية. هذا ليس الوقت المناسب يا ناك. دعني أرى الصورة التي التقطتها. لا أبدو جميلة وأنا أبكي. كلا، لا تجرؤ على فعلها. لا، أعطني الهاتف. هذه دموع حقيقية الآن، في حال كنت تتساءل. أنا مستعدة لتناول هذا المارشميلو. يا سلام، هل هذا بيض طازج؟ حان الوقت لجعل هذا التحدي أكثر تشويقاً. المقلب على ناك، قيد التنفيذ. هل ستظن أن البيضة حبة مارشميلو؟ آمل أن تنطلي الخدعة على ناك. حان وقت بديل الأكل يا أوليفيا. أيها السادة، حان وقت أخذ أماكنكم. سيكون رمي المارشميلو صعباً. حدد الهدف وأطلق. أجل، هدف مثالي. لنجرب مرة أخرى. نعم، أنت ماهر في ذلك.
أراهن أني أستطيع القيام بذلك مرة أخرى. حقاً؟ سأرمي قطعة أخرى. هدف! بلا يدين. قد تكون الحبة الأخيرة صعبة بعض الشيء وفوضوية قليلاً. استعد يا ناك. ها هي قادمة. من المؤكد أن ناك لم يتوقع ذلك. أوليفيا! أوه، يجب أن أركض. واحد، اثنين، ثلاثة، بوم! نعم، برجر بقطعتي لحم مع خبز إضافي وبرجر جيلي مع الكثير من السكر. يبدو حقيقياً، صحيح؟ يبدو أننا قد نرى تبديلاً. هل تفكرين كما أفكر؟ أجل، لنستبدلهما هيا. يبدو أن أوليفيا تفضل الأطباق المالحة. لذيذ. وحصلت إيميلي على الحلوى. عليك أن تعض بقوة على هذا الجيلي اللذيذ. هل كلنا سعداء الآن؟ انتهى الفطور وسننتقل الآن. من سيبدأ؟ لعبة سريعة من حادي بادي لنعرف من يبدأ أولاً. ويبدو أن إيميلي فازت. إنها دودة جيلي عملاقة. هل هي حية؟ يا ربي، هذه الدودة العملاقة وجبة كاملة بذاتها. هل علي أكلها كلها؟ يا هذا إسفنجي جداً. مجرد النظر إليها يعطيني شعوراً غريباً. أعتقد أن الوقت حان لنرى طبقك. لا أريد، سأرفعه لك. لا يمكنني النظر. انتظري، هل هذه ديدان حقيقية؟ أعتقد أنها نودلز في صلصة بلون غامق. أياً كانت، لا تفتح الشهية أبداً. حسناً، هيا يا بنات للأكل. أجل، تقومين بذلك حقاً. أوه، لم يقل لي أحد أن عليك غمس وجهك فيها. إذا أغمضت عيني يمكنني أن أتخيل أنه طبق معكرونة لذيذ. لا يمكنني مشاهدة أكثر، أشعر بالغثيان. لم تعد هذه الدودة العملاقة تبدو سيئة. هيا للأكل. تبدو جيدة. هل يمكنني أخذ قضمة منها؟ أبعدي يديك عني، هل تسمعين؟ مضحك جدا يا إيميلي. أو من يلعبون بدودي سويا يربحون سويا. لذيذ. لا لا، مرحبا. ما الذي تفعله بهذه الحلويات؟ هل تحب الخيول الشوكولاتة أصلا؟ يجب أن أذهب إلى المطبخ لأتحقق من الأمر. إيميلي، هل هذه أنت؟ المعذرة، هل تريدين قطعة؟ لن تبقى سوى حبة واحدة؟ كلا، توقفي. لقد كان مجرد حلم حسب ما أظن. لا أستطيع أن أرى فمها. علبة الشوكولاتة الغالية لا تزال سليمة. مهلاً، هذا مستحيل، لقد اختفت. إيميلي، لقد أكلت كل الشوكولاتة التي اشتريتها. كنت تعلمين أني اشتريتها لنفسي أيتها اللصة. لا أستطيع أن أصدق. مرحباً، البعض هنا يريد النوم. لقد اكتفيت، سأخلصكما إلى الأبد. هل هذه الشوكولاتة؟ أها، أعرف بالضبط ما تحتاجانه. حجر ورقة مقص. واو، مستلزمات شعر من الشوكولاتة، تبدو مثل فضة حقيقية. رائعة جدا، أليس كذلك؟ مقص حقيقي. مقصي أفضل بكل تأكيد. أجل، أفضل بكثير. من يحتاج قص أطراف شعره؟ في الحقيقة، تحتاج أطراف شعري المقصفة لبعض التشذيب. انتبهي، لا تقص الكثير. من كان يعلم أني أستطيع القص مثل المحترفين؟ من كان يعلم أن أمشاط الشوكولاتة لذيذة جداً؟ إيميلي، انتظري، لقد أوشكت على الانتهاء. ما رأيك؟ تبدين رائعة يا آمي. لا لا لا، على مهلك، كنت فقط أحاول مساعدتك. كان ذلك وشيكاً.